انضم الينا من القدس المحتله احمد البديري مراسل الغد لمزيد من التفاصيل. تفضل احمد. شروق الحديث ليس عن عمليه طعن، لغايه الان بدات الامور تتكشف لاننا نتحدث عن اشتباك مسلح، بمعنى ان هذا الفلسطيني كان بحوزته سلاح ناري. على الاقل هي المعلومات الاوليه التي وصلتنا، هنالك ثلاثه من رجال الشرطه قد اصيبوا، اثنان في حاله خطره. شرطه الاحتلال كانت قد اعدمت هذا الشاب الفلسطيني باطلاق النار عليه بشكل مباشر خلال تنفيذ هذه العمليه التي حدثت في داخل البلده القديمه قرب باب السلسله احد ابواب المسجد الاقصى، الذي بطبيعه الحال كما جرت العاده بان يتم اغلاقه، وايضا اغلاق البلده القديمه الامر دائر الان. ولكن الشرطه الاسرائيليه قبل قليل اصدرت بيانا اكدت فيه بانتهاء هذه العمليه بتحييد هذا الشاب الفلسطيني او رجل الفلسطيني الذي لغايه الان لم يتم الاعلان عن هويته، عن مكان سكنه او من هو. هذه العمليه حقيقه تاتي بعد ثلاثه او اربعه ايام من عمليه طعن قام بها شاب مقدسي وهو عمر ابو عصب، الذي قام بمحاوله طعن ايضا في منطقه البلده القديمه، وهذا طبعا يشير الى عوده من حاله التوتر ليس فقط في مدينه القدس، ولكن ايضا نتحدث عن التوتر السياسي الملازم لعدم وجود اي افق تحديدا على المستوى السياسي، وهنالك من حاله الاحباط التي يعيش عدد كبير من الفلسطينيين، وايضا حاله التعسف التي يعانون منها سواء في مدينه القدس او في غيرها من المدن الفلسطينيه. نعم. هذه العمليه العسكريه تاتي او هذه العمليه الاشتباك المسلح اذا نفحص هذه المعلومات الاوليه تشير ايضا الى عوده استخدام الاسلحه الناريه من قبل الفلسطينيين، والتي كانت قد غابت لفتره من الزمن، وذلك باستخدام السكاكين وما الى ذلك التي لم تكن تؤدي الى اصابات كبيره في صفوف الجيش الاسرائيلي، ولكن استخدام السلاح الناري كما راينا صباح هذا اليوم ادى الى اصابات خطيره لاثنين من الجنود الاسرائيليين في داخل البلده القديمه في معقل من معاقل الامن الاسرائيلي التي طيب هي قريبه جدا من مركز حرس الحدود التابع للجيش الاسرائيلي داخل البلده القديمه. فيما يتعلق بطبيعه الوضع الامني الان كيف يبدو اذا كان لديك معلومات؟ البلده القديمه موصده بالكامل منذ لحظه اعلان العمليه، تم اغلاق كافه ابواب البلده القديمه بما في ذلك المسجد الاقصى، وتم فرض ما يسمى بال يعني المحيط الامني، بمعنى بان هنالك اغلاق كامل لكل تلك المنطقه، كل الاسواق وكل البكاكين والمدارس وما الى ذلك، كلها تم اغلاقها بالكامل، وذلك نتيجه الاستنفار الامني، كما تعلمين بانه في مثل هذه الحالات التي تعود عليها الامن الاسرائيلي بان يكون هنالك هراء عديد، قوات امنيه اضافيه، قوات من الاسعاف، قوات من المخابرات الاسرائيليه، كذلك عدد من القوات الخاصه في موضوع متابعه المصابين، ويعني انتشال الجثث من قبل نجم الدود الحمراء والذي يتمثل الاسعاف الاسرائيلي. هذا هذه الطريقه هي جزء من التدريبات التي تقوم بها القوات الاسرائيليه بشكل مستمر. وفي داخل البلده القديمه هنالك سرعه كبيره في تلقي مثل هكذا انباء، نحن نتحدث في غضون يعني 10 دقائق كانت قد انتهت كل هذه العمليه، وقد وصلت القوات المعززه الى كل تلك المنطقه بهذه السرعه. الامور بلا شك سوف تبقى لساعه لربما بهذا التوتر، ثم يعاد فتح ابواب البلده القديمه وتعود الحياه الى طبيعتها، لتبقى المدينه في مهب الريش على المستوى الامني دون ان يكون هنالك اي فهم واضح، فهم سياسي او فهم اجتماعي لماذا تتم هذه العمليات ولماذا تستمر هذه العمليات في الوقت الذي طبعا يعاني الفلسطيني الامرين في هذه المدينه. وسوف يبقى السؤال عند الجانب الاسرائيلي كيف يمكن ايقاف هذه العمليات التي لغايه الان يعترفون بشكل مباشر بان الفصائل الفلسطينيه غير مسؤوله عن كل العمليات التي تحدث في مدينه القدس، على الاقل خلال الخمس سنوات الماضيه لم يتبنى اي فصيل سياسي هذه العمليات التي تسمى بانها عمليات فرديه، تسمى عسكريا بالذئب الشارد، بمعنى بانهم لا يعلمون من هو ذاك المنفذ العمليه، لا يستطيعون تتبعه، لا يستطيعون التنبؤ به، ولا يوجد هنالك شبكات يمكن ان توقع به، لانه يتصرف لوحده، وهذا حسب معايير المخابرات الاسرائيليه هو اصعب انواع المتابعات الاستخباراتيه، لانه لا يوجد هنالك دلائل مسبقه لحدوث مثل هكذا عمليات،
وكما نعلم بان السلاح الناري موجود في مناطق الضفه الغربيه وفي الداخل الفلسطيني في مدينه القدس، ولكن قليلا ما يتم استخدامه لاغراض سياسيه او لاغراض عمليات امنيه قوميه كما يسمونها، وهذا الذي نحن رايناه اليوم. نحن ننتظر ايضا ما ان كان بالفعل قد تم استخدام السلاح الناري، لا مشهود العيان كانوا يتحدثون عن انهم سمعوا ذاك الاصوات لاشتباك مسلح، لا نعلم اذا ما كان هذا ولا نريد ان نؤكد حقيقة أن الذي حدث كان اشتباك ناري. هذه المعلومات الأولية. نحن نتحدث عن أقل من نصف ساعة عن حدوث كل هذه العملية، نحن نتحدث عن سرعة كبيرة في الوصول إلى مصادر المعلومات، يحتاج إلى بعض الوقت وتحديدا التأكد من مصادر أخرى وليس فقط المصادر التي طلعنا عليها. طيب. كما نعلم بأن الشرطة الإسرائيلية أفادت وأطلقت ذاك الإعلان، والأهالي أيضا كان عندهم رواية، ولكن نحن بحاجة لوقت مطابقة هذه المعلومات للتأكد منها. أحمد، هل من معلومات أو تفاصيل حول هوية أو شخصية أو انتماءات هذا الشخص الذي قام بهذه العملية؟ لا لا طبعا لا يوجد، يعني كما قلت لك قبل قليل بأنه يعني لم يتم الإعلان من قبل الشرطة الإسرائيلية أو الإفصاح من قبل الشرطة الإسرائيلية عن من هو هذا الشاب الفلسطيني أو ممكن تكون سيدة، يعني لا نعلم بالضبط هوية هذا الفلسطيني منفذ العملية، ولكن على الأغلب هي عملية بأهداف سياسية وليست عملية يعني إجرامية وما إلى ذلك. والدلائل على ذلك هو إصابة أولئك الجنود وأيضا المكان، وهنا تعزيزا للمكان، فالمكان هو داخل البلدة القديمة في بالقرب من مركز حرس الحدود، وهي أحد أذرع الشرطة الإسرائيلية الموجود في داخل البلدة القديمة، وبالتالي هذا هو مربع أمني مهم. نحن لا نتحدث عن منطقة معزولة أو نتحدث عن منطقة بعيدة عن الأهالي أو بعيدة عن الشرطة الإسرائيلية، نتحدث عن منطقة يعني على بعد أمتار من هذا المركز التابع للشرطة الإسرائيلية، نتحدث عن منطقة ليست بعيدة عن السلسلة أحد أبرز وأهم الأبواب في المسجد الأقصى بعد باب المجلس وباب الأصباط، وبالتالي هذه الأبواب أو هذه المنطقة أيضا تعطي مؤشرا بما يجري، ولكن اكثر على ذلك نضيف ايضا ان هنالك حاله من الخوف عند الاهالي وهي استخدام الاسلحه الناريه، كما نعلم بان ادخال واستخدام الاسلحه الناريه في داخل هذه المناطق الاهليه المدنيه، الاهالي طبعا يخشون على 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 ذويهم، المدارس طبعا عدد من المدارس التي عمليه من الجو قد ادى الى نفاذ عدد كبير من هذه الشوارع من الفتيه، ولكن يبقى استخدام السلاح الناري في داخل المناطق المدنية يهدد حياة أيضا الفلسطينيين باعتبار بأن هذه الطرقات التي ليست تطلق من قبل المنفذ ولكن أيضا تطلق من قبل الشرطة التي تظن تحسب تتوجس، وبالتالي يسهل عليها اتخاذ القرار بإطلاق النار على أي مشتبه به يمكن أن يكون مجرد نار في الطريق لا علاقة له في المسألة، وهذا طبعا رأيناه خلال الفترة الماضية أكثر من مرة بأن هنالك إصابات لأهالي وحتى لكبار السن لم يكن لهم أي علاقة في العملية، ولكن نتيجة استخدام الأسلحة النارية هذا يزيد من الإفراط واستخدام القوة المبالغ فيها من قبل القوات الإسرائيلية التي تمتلك الأسلحة النارية، ولا نتحدث هنا عن هاروات قنابل غاز، هذا لا يستخدم في مثل هكذا حالات يتم إشهار السلاح الناري واستخدام المسدسات وما الى ذلك من الام 16 او من الام 16 التي هي بحوزه عدد من الجنود في هذه المنطقه. نعم، شكرا جزيلا لك احمد البوديري مراسل غد، كنت معنا من القدس المحتله.